بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال امتحان طبعا. اكتب المعادلات الدالة على التفاعلات التالية. اول شيء احتراق البروبان. نص المسألة انك تعرف تكتب المركبات. البروبان منه؟ CH3 CH2 CH3، او تقدر تكتبه بطريقة ثانية اللي هي C3H8. احتراق معناتها شنو بتسوي؟ بتزيد عليه أكسجين. هذا هو الاحتراق. هذا خلاص نشطب هنا. هذا هو الاحتراق، حلو. وراح يعطيني دائما CO2 زائد H2O زائد طاقة. طريقة العبيطة اللي حاطها كتابك اللي هي N زائد 2 تقسيم 5 ناقص 10، انساها وسوي مثل ما أقول لك. ثلاث كربونات داشة لازم تطلع ثلاث كربونات، ثمن هيدروجينات داشة لازم تطلع ثمن هيدروجينات. حلوين. وزن الكربون الهيدروجين، بقى الأكسجين. كم أكسجين عندي؟ عندي هني 3 ضرب 2 هذي 6، وعندي 4 ضرب 1 هذي 4، معناته 10 أكسجينات. إذا راح أضرب هني بـ5 يصير 10 أكسجينات، وكذي خلصت. إضافة الماء إلى 2 بيوتين. أول شيء أرسم 2 بيوتين. بيوتين يعني شنو؟ يعني 4 كربونات، 1 2 3 4. 2 بيوتين معناته هني في رابطة ثنائية، أوكي؟ معناته هني في 3 هيدروجينات، وهني في كم هيدروجينة؟ في هيدروجينة واحدة بس، وهني نفس الشيء هيدروجينة واحدة بس، وهني عندي 3 هيدروجينات زائد H2O. إذا تذكرون قلنا عند إضافة الماء إلى رابطة ثنائية أحتاج فقط حمض الكبريتيك H2SO4 كعامل مساعد. وش اللي بيصير؟ ها، اللي بيصير إنه الـ H راح يدش على كربونة. قلنا هني إنه هذا H OH، الـ H راح يدش على كربونة والـ OH على كربونة، وهني الكربونتين اثنينهم عندهم نفس العدد من الهيدروجينات، فمش فرقة وين تدخل هذه وين تدخل هذه. أنا بقول هذه تيني وهذه يأتي هني، فالناتج راح يصير عندي بكتبه تحت CH3، وهذه راح تصير هذه عندها H وهذه H ثانية راح تصير CH2، وهذه CH وراح نزل منها OH اللي هي هذه، وبعدين يبقى لي CH3. يقول لي إضافة الهيدروجين إلى 3 ميثيل 1 بيوتين بوجود البلاديوم كمادة شنو محفزة. أول شيء أرسم الحبيب هذا 3 ميثيل 1 بيوتين. بيوتين يعني 1 2 3 4، وفي رابطة ثلاثية على الكربون رقم 1 إذا هني، وثلاثة ميثيل يعني عد 3 كربونات، 1 2 3 راح يصير هني فيه شق شنو ميثيل. في مشاكل؟ ماكو مشاكل، هاي 3 ترى. زين، الحين بس احط الهيدروجينات. هني عندي هيدروجين واحدة، هني ماكو هيدروجين، هني عندي هيدروجين واحدة، وهني 3 هيدروجينات زائد شنو؟ زائد هيدروجين. اضافة منو؟ الهيدروجين. زين، بوجود البلاديوم. احنا متفقين ان البلاديوم شغله بخطوة واحدة. شلون خطوة واحدة؟ معناته راح يكسر بس رابطة واحدة من ذول ويوقف التفاعل هني، ما راح يستمر يسوي خطوة ثانية. إذا راح يصير الناتج شنو؟ راح نضيف هيدروجينة هني وهيدروجينة هني، تمام؟ لا تدش لي هني غلط، لا تدش لي هني غلط. ليش؟ لازم يكون على طرفي الرابطة. معناته راح أدخل H2 يصير هني C، رابطة ثنائية CH، بعدين CH ونازل منها CH3، وبعدين CH3، ويوقف التفاعل هني. هذا الفرق بين البلاديوم وبين النيكل. النيكل يستمر التفاعل ويكمل، أما البلاديوم يوقف التفاعل هني عند الرابطة الثنائية. يقول لي إضافة الهيدروجين إلى الإيثاين في وجود النيكل. نيكل معناته إذا كان في رابطة ثلاثية تمشي على خطوتين. خلنا نرسم الإيثاين. إيثاين يعني كربونتين بينهم رابطة ثلاثية، صح؟ زائد هيدروجين في وجود النيكل، ودائما دام في نيكل معناته في تسخين
200 درجة سيليزية. شنو اللي بينتج؟ أول شيء راح تنكسر رابطة الثلاثية تصير ثنائية، حلو، ويدشون هيدروجينتين، تمام. بعدين بناخذ هذا الناتج نحطه تحت اللي طلع ويانا اللي هو H2C رابطة ثنائية CH2، وندخل على الهيدروجين مرة ثانية في وجود النيكل وتحت نفس درجة الحرارة، حلوين، فيتحول إلى CH3. إذا اضطرينا نسويه على خطوتين لأنه بوجود النيكل، لو بلاديوم كان بخطوة واحدة. إضافة الكلور إلى الإيثين، إيثين معناته رابطة ثنائية، حلوين. إضافة الكلور معناته راح أحط Cl2 مو Cl، لأن الكلور غاز معناته جزيئات ثنائية. إنزين، شنو العامل الحفاز مال الكلور مال الهالوجينات كلها؟ PCl5 خامس كلوريد الفسفور، تمام. وبعدين راح أدخل كلوره هني وكلوره هني، فاللي بيصير عندي تنكسر رابطة يصير CLH2C رابطة أحادية CHCl CH2Cl، وخلصنا. لو بضيف الكلور نفسه إلى الإيثاين راح تصير على خطوتين. الخطوة الأولى أول شيء الإيثاين كاهو زائد الكلور، لازم يكون في عامل حفاز ولا ما يصير في تفاعل، حلو، هو نفس العامل الحفاز اللي قبل شوي. الخطوة الأولى راح أكسر الثلاثية أخليها ثنائية، فراح يصير HClC رابطة ثنائية CHClC عادي ترتبهم مثل ما ترتبهم، أهم شيء إن الرابطة ثنائية بين الكربونتين. وبعدين بأخذ الناتج اللي عندي هني، حلو، اللي هو HClC رابطة ثنائية CHCl زائد Cl2، وحط نفس العامل الحفاز راح تنكسر رابطة ثنائية يصير عندي HCl2C رابطة أحادية CHCl2. إضافة بروميد الهيدروجين إلى الإيثين، الإيثين منو؟ كاهو كتبنا بروميد الهيدروجين، يعني بروم وهيدروجين HBr. شلون تتم؟ لو تلاحظ هذا هاليد هيدروجين، يعني نفس ال HCl نفس الطريقة، حلو. إذا ما أحتاج أنا عامل حفاز، على طول راح أضيف ال H في ناحية والBr في ناحية. هل يفرق أي ناحية أضيف ال H؟ لا، لأن كل كربونة عندها هيدروجينتين، هذه عندها ثنتين وهذه عندها ثنتين، إذا ما يفرق الهيدروجين وين يروح لأنه نفس عدد الهيدروجينات. معناته راح تصير CH2Br ورابطة أحادية معناتها تصير CH3. أوكي، إضافة يوديد الهيدروجين إلى الإيثاين شنو بيصير؟ هذا الإيثاين HC رابطة ثلاثية H زائد يوديد الهيدروجين، يعني يود وهيدروجين HI. شو اللي بيصير؟ في الخطوة الأولى ما تفرق الهيدروجين وندش، لأن كل كربونة عندها هيدروجين واحدة. إذا بدخل على كيفي أنا راح أقول IHC رابطة ثنائية CH2. زين، شو اللي يصير بعدين؟ أخذ الناتج هذا اللي هو IHC رابطة ثنائية CH2 ودخل على ال HI مرة ثانية اللي هو يوديد الهيدروجين. هالمرة لازم أفرق، أستخدم قاعدة ماركونيكوف. ليش؟ لأن الهيدروجين بتروح عند الكربون اللي عندها هيدروجينات أكثر، واليود راح يروح الصوب الثاني مجبور، راح تنكسر رابطة ويصير عندي I2HC رابطة أحادية CH3. إضافة كلوريد الهيدروجين إلى واحد بيوتين، واحد بيوتين يعني هذه واحدة ثنتين ثلاث أربع، وهني في رابطة ثنائية معناتها هذه H2 معناتها هذه H واحدة وهذه H2 وهذه H3.
زائد كلوريد الهيدروجين HCl. هل أحتاج عامل حفاز؟ لا ما يحتاج. شنو بسوي؟ اللي بسوي سلمك الله أني بدخل ال H على الكربون اللي فيها أكثر أتشات. أي هي؟ هذه صح؟ غلط. هذه مو على الرابطة الثنائية حبيبي. إحنا لنا شغل باللي صوب الرابطة الثنائية، هذيل الثنتين، هذه وهذه، هم اللي همونا، هم طرفين الرابطة. الإضافة تصير ياهني ياهني، لا حد يضيف لهني، لا حد يضيف لهني، حتى لو في مليون هيدروجين هني ما تضيف هني. الرابطة كاهي، تضيف على طرفينها، مو تغلط هالغلطة بالامتحان. إذا هذه راح تختار اللي عندها هيدروجينتين، راح يروح الكلور حق اللي عنده هيدروجين واحدة مغصوب مو بكيفه، بذلك راح يطلع عندي CH3 رابطة أحادية CHCl. بعدين نكمل الباقي CH2CH3. يا رب تكونوا استفدتوا، والحمد لله رب العالمين.